طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. هل يضحي الحريري بالانتخابات من أجل الحكومة؟ بعد تفويض أمريكا لفرنسا في لبنان، موفد باريس إلى لبنان قريبا. تفاصيل المراحل الأربعة للفتح التدريجي، فماذا عن القطاع الصناعي؟ ماذا سيكشف نقيب الأطباء في بيروت للأو تي في عن اللقاحات والمستشفيات؟ النساء الحوامل وكورونا، ما هي نسبة الخطورة؟ مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. المحبة تكسر الحواجز وترفع الحواجز بين الناس. الإيمان بالإيمان منزيح الجبال ومنحس حالنا أقوياء، وبالرجاء نركض تحت التراب على رجاء القيامة. وإذا كنا تحت التراب نترجى القيامة لن نيأس ونحن أحياء. عشتم معاشرة. أهلا بكم. اليوم 6 شباط، 15 عاماً، وهذا التاريخ من عام 2006 محور الحياة الوطنية تأييداً أو معارضة. 15 عاماً وهو موعد للقاء والسلام، لا ذكرى للفراق والحرب. واليوم يبقى 6 شباط عيداً لوثيقة تتجدد ولتفاهم قديم جديد، ففي المحصلة كل التفاهمات سقطت إلا هو، وكل التحالفات فشلت إلا هو. وفي الذكرى رأى التيار الوطني الحر مناسبة للتمعن في التفاهم، فهو جنب لبنان شرور الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصد الإرهاب، لكنه من جهة أخرى لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون. واعتبر التيار أن تطوير التفاهم باتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه، إذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمر لأي مقاومة أو نضال. هذا في الذكرى. أما في اليوميات السياسية فدعوات خارجية مستمرة لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية تنفذ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان، وهذا ما يلتقي بوضوح مع الإرادة اللبنانية التي يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له. ومع التأخر الحاصل في التشكيل، الدعوة مكررة إلى رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التأليف، بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وببرنامجها الواضح والمحدد بفترة زمنية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود. والدعوة قائمة دائما إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره، وفي التوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقا لقواعد الدستور والميثاق. وعن الجولات الخارجية تأكيد بأن العلاقات الإقليمية والدولية ضرورية جدا إذا كانت بهدف تأمين الدعم للاستقرار السياسي، فضلا عن المساعدات المالية أو حتى الصحية للبنان. أما إذا كان البعض يهدف إلى استغلالها في محاولة جديدة لفرض معادلات داخلية انتهى مفعولها منذ زمن، فالجواب هو إياه منذ اليوم الأول.
المدخل الوحيد إلى الحكومة الناجحة هو باب القصر الجمهوري اللبناني من خلال ثلاثية احترام الميثاق وتطبيق الدستور والتزام المعايير الواحدة. تبقى أخيرا وليس آخرا معركة الحياة أو الموت مع الفيروس القاتل التي نتناول آخر تطوراتها في سياق النشرة مباشرة مع نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف. دادو انت هون؟ انا تركتك على التخت. كيف التيتا بدها تقشع تخيط؟ يه ساعة واقفة هلا بقرر رجعت غير البطارية. وهي رجعت تشتغل. مساهمتكم معنا اساسية، القليل بيعمل فرق كبير. مؤسسة الانماء الشامل حتكل عيلة لنعيد الدفا للبيوت المتضررة لتبقى بيروت بيروت، مدينة الحضارة والتنوع. هل يزور الحريري بعبدة بعد عودته من جولته الخارجية؟ وهل يراعي فعلا عدم ترشحه إلى الانتخابات المقبلة مع أعضاء حكومته كما ذكر اليوم بعض الصحف تقرير نانسي صعب؟ يسود التكتم حول جولة الرئيس المكلف سعد الحريري بعد القاهرة وأبرز محطاتها المرتقبة بباريس، حيث يفترض أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لا معلومة ما لم تصدر في بيان عن بيت الوسط تقول مصادر بيت الوسط. وإذا كانت فرنسا قد عادت إلى تفعيل تحركها فهذا لا يعني أن أي جديد حكومي مرتقب قبل دفع فرنسي أكبر على خط الرئيس المكلف. وبالتالي فأن تأليف الحكومة وفق ما تؤكد مصادر مطلعة على الملف الحكومي قد يكون على موعد مع الانفراج إذا راعى الحريري بعض المعايير، خصوصا أن حكومته قد تكون الحكومة الأخيرة للعهد وبالتالي حكومة انتخابات. ومن هنا تأتي المعلومات عن أن الحريري سيراعي عدم ترشحه أو أي من أعضاء الحكومة إلى الانتخابات المقبلة. هل يخرج الحريري إذن من المشهد النيابي؟ لا تعتبر المصادر المطلعة عينها أن هذا الأمر ممكن، لافتة إلى أن لا يمكن للحريري إلا أن يترشح نظرا لحاجته إلى ترأس كتلة نيابية وهو نائب، ما يساعده في شد العصب على عكس أعضاء الحكومة الذين يفترض أنهم سيكونون من الاختصاصيين، وبالتالي فإن عدم ترشحهم هو الأمر المنطقي. إلا أن مصادر بيت الوسط لا تستبعد قرار الحريري بعدم الترشح، علما أن هذا الأمر لم يطرح لا في المجلس السياسي ولا في المكتب الرئاسي لتيار المستقبل، إلا إذا كان الطرح جزءا من الحوارات المرتبطة بتأليف الحكومة على حد تعبيرها. أما أن تشرف حكومة الحريري المرتقبة على الانتخابات النيابية فأمر ممكن، لكن بالطبع لن تكون انتخابات مبكرة، وهو احتمال سقط عند طرحه من ضمن الأفكار الإصلاحية في اجتماع قصر الصنوبر بعد تحفظ عدد من الفرقاء عليه. في كل الأحوال يبقى الأساس فيما سيحمله الأسبوع المقبل بين زيارة الحريرية لفرنسا وما سيطرحه في كلمته في ذكرى 14 شباط ومدى احتمال قيامه بزيارة إلى القصر الجمهوري وحصول هذه الزيارة، ترى المصادر المطلعة سيكون دليل الانفراج المطلوب، ما يؤشر إلى أن الحريري توصل بنتيجة مشاوراته الخارجية إلى أن لا مفر من اتفاقه مع الرئيس عون لتأليف الحكومة، وتعطف المصادر ذلك إلى دلالة أساسية قرأتها في البيان الأمريكي الفرنسي المشترك لناحية فك أسر الحكومة المأمولة من شروط الاختصاص، إذ تحدث البيان عن حكومة ذات مصداقية وفعالية. حكوميا أيضا، كيف يترجم التفويض الأمريكي لفرنسا بمتابعة الملف اللبناني في ظل تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين عن دور حزب الله في منع السلام عن لبنان؟ أكثر من علامة استفهام تطرح اليوم حول مضامين البيان المشترك الفرنسي الأمريكي ومفاعيله على وقع تصريح السناتور الديمقراطي ستاني هوير عن استيائه من حضور حزب الله في الحكومة بالإضافة إلى منعه للسلام في لبنان. هذا الموقف تضعه مصادر مطلعة في سياق تظهير أوراق قوة في التفاوض، علما أن لأي من الشيوخ أن يبدي رأيه وموقفه، لكن ما يعمل به هو موقف الإدارة الأمريكية. وهنا تلفت المصادر إلى أن هذا الموقف لا يعني أن إدارة بايدن
بايدن لن تعين روبرت مالي مبعوثا خاصا في إيران، وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يكرر أكثر من مرة أن بلاده لن تكون كما كانت، ولا يعني أيضا أن إدارة بايدن ستتراجع عن موقفها اللافت من حرب اليمن واحتمال رفع الحوثيين عن قائمة العقوبات، كما لا يعني أن الرئيس الأمريكي أطفأ ضوءه الأخضر لفرنسا لتولي الملف اللبناني، وإن كان أمن إسرائيل أولوية الأولويات الأمريكية، وبالتالي تعتبر المصادر عينها أن الإشارة إلى حزب الله مرتبط بالصواريخ الدقيقة والحلف مع إيران أكثر منه بوضع الحزب وموقعه الوطني في التركيبة اللبنانية. تفويض أمريكي إذن لفرنسا بالملف اللبناني، وهو ما قد يترجم قريبا بزيارة لموفد فرنسي إلى بيروت فور إعادة فتح مطارات فرنسا التي يطالها الإغلاق بسبب كورونا، وهو ما لا يزال حتى الساعة في سياق المعلومات المتداولة، لكن لا تأكيد حول هويته وسط ترجيح إفادة باتريك دوريل، ولا عن تاريخ الزيارة أو برنامجها أو جدول اللقاءات فيها. وتختم مصادر رفيعة بالتأكيد أننا في نهاية المطاف ذاهبون إلى حكومة، لكن ليس إلى أي حكومة، جزمة أنه لا يكون تأسيس لأعراف في عهد الرئيس عون، ولا يكون إلا تصميم على إنقاذ لبنان الذي يبقى على الرغم من انهياراته المتتالية حاجة دولية وإقليمية على حد سواء. واليوم ناقش المجلس السياسي في التيار الوطني لحر الدعوات الخارجية لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية تنفذ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان، باعتبارها تشكل تطورا لجهة توصيف الحكومة، وهو يلتقي مع إرادة لبنانية يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له. ومع التأخر الحاصل دعا المجلس رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل، بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وببرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود. كما دعا المجلس إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره، والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقا لقواعد الدستور والميثاق. وعلى خط آخر، بحث المجلس السياسي في التيار موضوع التحقيق الذي فتحه الادعاء العام السويسري في حسابات حاكم المصرف المركزي اللبناني، مذكرا بأن عمل القضاء السويسري لا يعفي القضاء اللبناني من القيام بواجباته، وشدد المجلس على أن العرقلة القائمة لتاريخه لمنع حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تحمل أصحابها مسؤولية ارتكاب الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين. وفي سياق متصل، دان المجلس السياسي حملات التطاول على رئيس الجمهورية من جانب مجموعة من السفهاء في السياسة والإعلام، محذرا هؤلاء من أن العدالة ستحاسبهم مهما طال الزمن، ومؤكدا أن كرامة رئاسة الجمهورية هي من كرامة الشعب اللبناني، وأن الرئيس العماد ميشيل عون يبقى فوق الأذى الصادر عن أشخاص من المعروف أن الإصلاح يهدد وجودهم ويكشف حقيقتهم. وشدد المجلس السياسي في التيار على رفض العنف والاغتيال السياسي كوسيلة لإسكات أي رأي، واعتبر أن ذلك لا يأتلف مع صيغة لبنان وعلة وجوده، محذرا من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة التي علمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية وتحرض على الفتنة من دون أن تصل إلى الحقيقة المطلوبة. مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين يؤكد عبر الأو تي في أن الرئيس عون ينتظر توجه الرئيس المكلف إلى بعبدة، ويعلق على بيان وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا المشترك. من باب التحليل للموقف الذي صدر، فقط من باب التحليل للموقف الذي صدر عن وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، هناك توصيف جديد للحكومة المنتظرة دوليا. هالتوصيف أعطاها صفة الفعالية والإصلاح. كانت بالأساس المبادرة الفرنسية تقوم على يعني تشكيل حكومة اختصاصيين ذات مهمة. واضح أن التطورات الدولية كما عرقلت هذا الموضوع على بالفترة السابقة، أصبحت هناك نظرة جديدة على المستوى الدولي أمريكي فرنسي بضرورة قيام حكومة فعالة وإصلاحية. على أي حال، التوصيف الدولي لا يلغي المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بأن يشكل وفقا للميثاق والدستور الحكومة اللبنانية بالشراكة الكاملة والتامة مع رئيس الجمهورية. وهذه المسألة
هي في الآن في ملعب رئيس الحكومة الذي ينتظر منه رئيس الجمهورية بالتأكيد أن يصعد إلى قصر بعبدة، أن يتشاور مع الرئيس في تشكيل الحكومة وليس في المحاصصة. بس العقبات منا خارجية معليه، كنا ناطرين أن الجميع يستلم بايدن وشفنا. إذا كان هناك من عقبات خارجية علينا كلبنانيين أن نتضامن داخليا ونواجه معا العقبات الخارجية. مسألة انتظار مواعيد من الخارج لا تكفي ولا تقنع اللبنانيين، وهي تسليم بأن موضوع تشكيل الحكومة وهو موضوع سيادي بامتياز وكأننا نتنازل عنه لظروف خارجية سواء كانت عند الأمريكيين أو عند الفرنسيين. من جهته أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف عبر الأو تي في أنه لا يجب على رئيس الجمهورية الاتصال بالحريري، بل على الرئيس المكلف المبادرة والصعود إلى بعبدة. ووجه عضو كتلة القوات اللبنانية نصيحة إلى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل. رئيس الجمهورية هو شريك أساسي بتأليف الحكومة، والدستور أعطاه هذا الحق. ما بيقدر اليوم الشيخ سعد الحريري او غير الشيخ سعد الحريري ياخذ ورقه يطلع يقول له لرئيس الجمهوريه امضي لي هاي الحكومه، انا عملت 18 او 14 او 20 بلد تشاور معه. بالتشاور وبالتوافق بين بعضهم، لانه نحن بحكم توافقي ديمقراطي. هلا اذا رئيس الجمهوريه رفض التشكيله بيرجع بيكون عم بياخر البلد، كرمال هيك لازم يتفقوا مع بعضهم، يكون في ثقه بين بعضهم. اما انه يجي اليوم رئيس الجمهوريه حتى فخامة الرئيس اللي هو أقصى من اليمين على تطبيق الدستور يقبل معه للشيخ سعد الحريري أو لغيره أنه بس يسمي رئيس الجمهورية ويتدخل بالوزارة المسيحية بيكون رئيس الجمهورية خالف الدستور. رئيس الجمهورية هو شريك حقيقي وأساسي ومعني بكل وزير بقلب الحكومة، مش بس بالشيعة، هو رئيس جمهورية كل لبنان. فهون الشيخ سعد لازم، كنت عم بسمع انه عم تقولي له ليش رئيس الجمهوريه ما بدق للشيخ سعد؟ انه ايه لا، المفروض الشيخ سعد الحريري هو يطلع لعنده لفخامه الرئيس ويقعد هو وياه ويعيد هيدي الثقه وما يوصلوا لنا شو عم بيصير بين بعضهم عبر الاعلام. حتى بلا ما يدق لازم يطلع، بلا لازم ما لازم كل يوم يقعد هو وياه. لبنان ما بيحمل تاخير، افش طرف للوقت. كلام مهم لان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يصوب فيه باتجاه القوات اللبنانية باتجاه دكتور جعجع، بيعتبركم من المنظومة. من هو؟ عملك رئيس حزب الكتائب سامي الجميل يعني. مش هرد على شو ما قال. كيف ما رح ترد؟ هو رئيس حزب كتائب كمان، مش انه حيالله رئيس حزب. الله يوفقه بحزبه، ان شاء الله يكون كتائب هو بالقبل. شو هالحكي عم تتهم رئيس حزب الكتائب انه هو منه كتائبة؟ ان شاء الله يكون كتائبة. كتائبي ما بيحكي هالحكي، بتجمعنا كثير قضايا نحن وياهم وطنيه مع بعضنا، مش كرمال مقعد نيابي هون او مقعد نيابي هون بيصير هالعا، كلنا جاي الانتخابات الجاي الله راد، اذا مش مبكره لانه هيئتها مش رح تصير المبكره، لانه لحالنا عم نطالب فيها، رح يكون في انتخابات الله راد بموعدها او انتخابات فرعيه، وبتمنى يكون في انتخابات فرعيه باسرع وقت اذا تالفت الحكومه، ونتمنى له التوفيق للشيخ سامي. تتمنى له التوفيق. ليش رح يسقط الشيخ سامي يعني بالانتخابات؟ هو ما بيسقط اكيد، ونحن ما بنقبل انه هو يسقط، لانه هو ابنه للرئيس امين جميل وخيه للشهيد بيير جميل وعمه بيكون الشيخ بشير جميل، ونحن بنتمنى له كل خير. بس مجرد ما تهجم على القوات اللبنانيه بطل كتائب. مجرد ما سامي جميل عم يتهجم على القوات اللبنانيه هو بطل كتائب، وبتخسرك بإعادتك الشعبيه وما بتفيدك، غير سياستك. وردا على كلام النائب سيزار المعلوف عبر الأو تي في صدر عن إقليم زحلة الكتائبي البيان التالي: طلعنا عضو كتلة الجمهورية القوية النائب قيصر المعلوف على شاشة الأو تي في بهجوم شخصي طاول رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل موزعا شهادات بالانتماء والوطنية والنضال. أيها النائب، قال البيان، منعتنا شيمنا الزحلية من الرد عليك مرارا، كما تمنعنا أخلاقنا من أن نبادلك اللغة التي دأبت عليها منذ توليك المسؤولية، إلا أن تطولك المستمر يوجب وضع بعض النقاط على حروف فاتتك بالطبع والممارسة، فخذها قصيرة من طويلة. أولا، إن الكتائب اللبنانية مؤسسة عمرها 85 عاما، لها من الأصول والأنظمة والممارسة بما يكفي كي تحدد المنتمي إليها والمفصول منها، وتمنع الارتماء في أحضانها
بتشيك مصرفي أو ما شابه. ثانيا، إن النضال في خط وطني يستوجب ثبات الفرد عنده لأكثر من ولاية نيابية عابرة، فلا يبدله ترشيح انتخابي أو موقع أو مصلحة. وكيف نفسر لك ذلك وأنت الهائم من عنجر إلى كتلتك الحالية، مرورا بمحاولة خطب ود الكتائب والكتلة الشعبية والتيار الوطني الحر على التوالي. ثالثا، تابع بيان الكتائب، إن الانتماء يلزم صاحبه قرارات المجموعة لا سيما المصيرية منها، فلا يكون وديعة فيها مغردا حسب ما تقتضيه مصلحة صاحب الوديعة. وكيف نفسر لك ذلك وأنت المقترع لرئيس مجلس النواب الحالي ولنائبه؟ وختاما، أشار بيان الكتائب متوجها إلى النائب المعلوف، ليتك تتعلم الالتزام في سبيل الحق والنضال الوطني والانتماء المجرد وبعض الشهادات من أمثال سامي الجميل، فتنصرف إلى التشريع فيما تبقى من ولايتك بدل الهبات المتلفزة والمزايدات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ختم بيان الكتائب في زحله. بداية فقرة كورونا لليوم، في مداخلة مباشرة لنقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف. نائب، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير. بداية لنبلش بموضوع اللقاحات، يعني قرب يوصل اللقاح إلى لبنان وبعدنا عم نسمع أصوات معينة ولو قليلة تحذر منه، وهذا ما يثير الشك بنفوس المواطنين. كنقيب أطباء، ما هي رسالتك في هذا الإطار؟ يعني للمرة الألف إذا بدنا نقول، بس معلش إذا منكرر. اولا بحب اكد انه اللقاحات الموجوده بالسوق العالمي ضد فيروس كورونا بامريكا وباوروبا اظهرت قدرتها بشكل كبير على تخفيف خطر الاصابه بحالات المرض القاسي والخطيره، وخلقت مناعه عند الاشخاص الحاصلين عليها تزيد عن 90%، مثل ما انه نسبه العنايه الاستشفائيه والوفيات تنت كثير، وهذا ما اثبته العلم والأبحاث والإحصاءات والبراهين اللي عم بيقدموها عنا المعترضين على اللقاح، وهم قلة وبالإجمال منهم من أصحاب الاختصاص، مع الأسف لا تستند إلى معطيات علمية. من هون بنعرف مثلاً إنه الفيروس بيتحول دائماً، وفيروس الإنفلونزا حتى بيتحول ولقاحه يتجدد سنوياً. سؤال، هل عنا طرف الانتظار خوفاً من المتحورات؟ أطباء، ممرضات، مواطنين عم بيموتوا كل يوم. نحن امبارح بالمستشفى اللي أنا فيه توفى ممرضة بسبب الكورونا وهي كانت عم تعالج مرضى، وكذلك طبيب زميل لإلنا. مع الأسف تأخير بإعطاء اللقاح سيؤدي إلى متحولات جديدة قد لا تتأثر مع الوقت باللقاح وتودي بحياتنا، ولذلك بنقول ما في علاج إلا إما بالعزل مثل ما كان عم بيصير ببعض البلدان وعندنا من وقت إلى آخر، أو اللقاح، وإلا وضعنا سيء جدا. من الضروري جدا إعطاء اللقاح بأقرب وقت ممكن ولأكبر عدد ممكن من الناس حتى نقدر نحصل على مناعة مجتمعية تفوق 80% ونخفض نسبة المرضى والمضاعفات والوفيات وتدريجيا نرجع إلى حياتنا الطبيعية. بتمنى هون كل شيء بيتعلق بقضايا اللقاح ما نسأل إلا الاختصاصيين الموجودين بنقابة الأطباء، اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا والمصادر العلمية الموثوقة، تحاشياً للفوضى والبلبلة والتردد اللي ممكن يسببها هالشيء وانعكاسها السلبي على المجتمع، فيما نرى تراجع بنسبة الإصابات الخطرة عند المجتمعات يلي بلشت تاخد اللقاح هذا. ما في إلا نطلع بجيراننا حدنا ونشوف أنه صارت 60% مثلا من المواطنين بإسرائيل صاروا مطعمين، ونحن بعدنا قاعدين عم نفتش إذا بناخد طعم ولا لا، لأنه هالشي إذا بيكمل اعتقادي وضعنا راح يكون جدا سيء. من هون بقول وبشدد ضروري التعاون مع الجميع حتى بأقرب وقت ممكن ولأكبر عدد ممكن ناخذ العلاج ونقطع من هالنفق يلي نحن موجودين فيه.
نعم دكتور، يعني سؤال كمان، موضوع الوفيات والأرقام يلي عم بتخوف المواطنين من حيث ارتفاع المستمر على عكس الإصابات اللي عم تنخفض يعني نوعا ما، شو سببها هيدي وقديش يعني بتدفعنا أكثر لنسرع باستخدام اللقاحات؟ السبب أولا تزايد الأعداد، عدم التأيد مباشرة بالتدابير الوقائية، عم نطلب الإقفال التام في قسم من الناس بعده مع الأسف، وعم يشوفوا ما عم يتأيد بهالشيء وعم يتعرضوا لأنه يسببوا المرض لغيرهم، أحبائهم، ريبينهم، اللي حولهم. عدم التأيد بالإجراءات وعدم العزل تداعياته كارثية من ميل. من ميل تاني الفحوصات اللي لازم تنعمل بي سي آر يفترض تنعمل بشكل أكبر بكتير، مع الأسف لأسباب عديدة ما عم تنعمل إلا ضمن أعداد محددة حتى نقدر نعرف كيف بدنا نكمل. وأكيد الأعداد اللي عم تنشر هي أكبر بكتير من هيك، ولذلك المستشفيات مليانة، العناية الفائقة ما في مطرح، أسرة كتير قليلة، القطاع الطبي والتمريضي عم ينضرب تدريجيا. من هون منقول الأعداد عم بتزيد. نعم بهالوقت ما عنا علاج إلا العزل بالدرجة الأولى، الإقفال واللقاح وقت اللي بيجي، منشجع الكل بسرعة ياخدوه. نعم دكتور، في موضوع يعني مرتبط بنائبة الأطباء تحديدا، يعني مثل ما عرفنا في بيان رح يصدر حول موضوع العلاقة بين المستشفيات الخاصة والأطباء والممرضين ويعني القطاع الطبي اللي عم ينصابوا بكورونا، كيف عم يتم التعامل معهم أو عم يطلب منهم يعني أنه يدفعوا مبالغ معينة، إذا ممكن نوضح هذه النقطة. مع الأسف بعض المستشفيات الخاصة عم تطلب من الأطباء المصابين والممرضين مصابين بوباء كورونا فروقات عالية جدا تتعالجهم. وآخرهم كان الزميل الصديق الدكتور نبيل خراط، رغم أنه كان مضمون وعنده ضمان خاص وتوفي فيما بعد، تواصلنا مع الجهات الضامنة والوزارة ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة يلي استهجنوا هالأمر وأصدروا تعميم بمعالجة الطاقم الطبي والتمريضي مجانا. طبعا الأطباء والممرضات نحن منهم غاضبين من هالشيء، لأنه مش مقبول أنه طبيب أو ممرض يصاب بالوباء وهو يعالج المرضى ويضطر انه يدفع فروقات حتى يتعالج بالمستشفى. هيدا امر معيب ومرفوض ولن نرضى به. مش هيك من كيف الطاقم الطبي التمريضي اللي عم يشتغل شبه مجانا لانقاذ حياه الناس، على القليله نامن لهم علاج مجاني، وفي حال الوفاه اعتبارهم شهداء كشهداء الجيش والتعويض على عائلاتهم. وقد تقدمنا بمشروع قانون بهالخصوص ومنتأمل أنه ينقرب القريب العاجل بمجلس النواب. نعم شكرا لك نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف على هذه المداخلة. ماذا في تفاصيل مراحل الفتح التدريجي وكيف تقرأ جمعية الصناعيين القرارات المتعلقة بالمصانع؟ منذ الاثنين يدخل لبنان فعليا في مسار مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الكامل الذي كان مفروضا في محاولة للحد من الانتشار السريع والخطير لفيروس كورونا. أربع مراحل يفصل بين كل منها 15 يوم ستحاول الموازنة بين الصحة والاقتصاد، بعدما علت أصوات تطالب بالإفراج عن القطاعات الصناعية والتجارية واستثنائها. المرحلة الأولى تبدأ من 8 شباط حتى 22 منه، المرحلة الثانية حتى 8 أذار، ومن هنا ندخل إلى المرحلة الثالثة وصولاً إلى 22 أذار. أما المرحلة الرابعة فمن المتوقع أن تنتهي فجر الخامس من نيسان، على أن تخضع عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلى تقييم دوري من قبل اللجنة الوزارية، ويؤخذ بعين الاعتبار المؤشرات الصحية لانتشار الوباء. أما منع التجول فهو ثابت 24 على 24 في المرحلة الأولى على أقل تقدير، إذ يمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات للجميع إلا من هو مستثنى ومن أخذ الإذن عبر المنصة.
الجديد الأبرز في المرحلة الأولى فتح السوبر ماركت والميني ماركت والسماح بالتوجه نحوها سيكون فقط وفق إذن يعطى لفترة ساعتين، ولهذا فعلت آلية الكيو آر كود، وقبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم إرسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع، ويتفاوت التوقيت بين 24 ساعة للسوبر ماركت الكبيرة ومن 6 صباحا حتى 6 مساء للميني ماركت والمحلات الصغيرة. أما محلات الحلويات فسيكون التسليم عبر الباب على أن تبقى وسيلة الدليفري قائمة وخدمة توصيل الطعام 24 ساعة. المصارف ستفتح أبوابها ولكن بنسبة 20% من قدرتها الاستيعابية، والصناعات فهي المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وإنتاج الحليب، بالإضافة إلى ما يعنى بالتعقيم على شرط إجراء فحص البي سي آر للموظفين كل 14 يوم. المرحلة الثانية ستشهد إضافة قطاعات وكالات السيارات وتصليحها، المصبغة، الحافلات، سيارات الأجرة، أعمال البناء والمصانع المرخصة بسعة 40%، الملاعب الرياضية الخارجية، أي الرياضات الفردية حصرا. وفي المرحلة الثالثة ستفتح كل أنواع التجارة، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50% من القدرة الاستيعابية، وفحص البي سي آر ضروري للموظفين كل شهر. وفي المراحل التي سبقت يمنع على المواطنين الذين تخطوا 60 عاما العمل. فكيف قرأت جمعية الصناعيين هذا القرار وهل شفالة غليلة؟ فينا نقول اللي رح يجي الفرج بالمرحلة الثانية أكيد. نتمنى كانت ال 40% تطلع أكثر من هيك، كمان ماشي الحال، بس المرحلة الثالثة مش منطق يكون نحن 50% والحافلات والسيرفيسات والمحلات فاتحة والسوبر ماركت، لأنه اليوم اللي بده يفوت على السوبر ماركت أو بده يفوت على المحل ما رح يعملوا له بي سي آر. رح يكون الموظفين ما عملوا بي سي آر، نحن لا، بالمعمل نحن ممنوع منعًا باتًا أي غريب يفوت على مركز الإنتاج، يعني حتى الموظف اللي ما له علاقة بالإنتاج ممنوع ينزل لتحت. اجتمعنا من يومين مع الوزير حب الله وحطينا آلية كاملة متكاملة بالنسبة لموضوع المراقبة المعامل. وزارة الصناعة هي من عندها بالجسم الإداري رح يبعثوا أشخاص على المصانع اللي فاتحة. كجمعية صناعيين كمان في عندنا تقريبا شي كم شخص 5-6 أشخاص رح يكونوا موجودين على الأرض. وأهم شي بالآلية إنه في كمان خلال 2-3 أيام رح نوقع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين مع أحد الشركات اللي هي اختصاصها كواليتي ومراقبة. في المرحلة الرابعة والأخيرة سيتم فتح المتاحف والمسارح ودور السينما وأماكن العبادة والتجمعات والمناسبات الدينية، مراكز الألعاب والنوادي الرياضية، صالات المطاعم، كازينو لبنان، المواقع السياحية والتاريخية، المسابح الداخلية، الشواطئ. وهذا يعني أن كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق 60 عاما مزاولة العمل. أما الحانات والنوادي الليلية ومراكز المؤتمرات والمهرجانات فستبقى مقفلة حتى إشعار آخر، فيما مراكز التزلج مغلقة حاليا وتفتح حسب تطور واقع الوباء. فيما يختص بقطاع التربية والتعليم والحضانات فقد أوصت اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية المختصة بدراسة البيانات والمعطيات المتوافرة ووضع آليات فتح هذا القطاع. السيدات يصابن أقل من الرجال بفيروس كورونا نظرا لعوامل عدة، أما النساء الحوامل فهن مصنفات من الفئة التي تصاب أكثر نظرا لضعف جهاز المناعة لدى المرأة الحامل. النساء وكورونا، من الخوف إلى العدوى، دراسات متضاربة ومتناقضة حول الموضوع. هل تصاب النساء أقل من الرجال؟ وهل تدخل إلى العناية المركزة أقل؟ وماذا عن سن اليأس وإصابة النساء بكورونا أكثر في هذه المرحلة العمرية؟ تنبلش بكورونا بحد ذات كمرض، في ما في دراسات أكيدة 100%، بس بحسب الأرقام المتداولة عالميا أن معدل الوفيات عند النساء هو أقل من عند الرجال. هالشيء له كتير أسباب وله كتير عوامل، منها طبيعة الحياة عند النساء وتعرض الرجال أكثر يمكن للخطر ولا للإكسبوجر للفيروس، ومنها بعض الأنظمات الموجودة واللي بنعرف إنه بتسبب العوارض، خصوصاً العوارض الرئوية تبع كورونا، هي موجودة عند الرجال أكثر من عند النساء. أما النساء الحوامل فهل هن أشد عرضة للإصابة وهل ينتقل الفيروس من الأم إلى رضيعها؟ pregnancy محطوطة بذات
بذات الجروب مع مرضى الكانسر، مع اللي عندهم مشاكل مزمنة بالتلاوة، مع اللي عندهم مشاكل بالمشاكل الانسداد الرئوي المزمن، وهلهم مشكلة وطار من الأمر. لأنه النساء الحوامل عادة مناعة جسمهم بتكون أطب شوية، عادة بيكون نسبة السيالين دمهم بخف شوية، السيالين اللي فيهم. التوصيات عم بتكون عدم 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 الرضا في حال كان كورونا أكبر، يعني في سعر بعد الكوست عند عند الأم. التوصيات عم بتكون بعدم الرضا، أنه أتليست أول فترة بتعرفي إذا في حال مرضت مرة أول فترة ما راح تقدر ترضي بعدين. وماذا عن الولادة المبكرة والقيصرية للنساء الحوامل اللواتي أصبنا بفيروس كورونا؟ نحن بحالة طوارئ، كان نحن ولا العالم كله. وهذا التكتيك عم يتبع بكثير من البلدان يلي هي بحالات طوارئ وفيها تفشي محل كبير لفيروس كورونا. انت بتعرف انه الروحه على المستشفى بحد ذاته ودخول المستشفى هي بنظر المريض وبنظرنا اكيد هو خطر معين، انه بتكوني عم تعرضي هالمريض او عائلته او لخطر انه يلقى كورونا ان كان على الطريق ولا شيء. وكل ما خففنا من فترة الإقامة وفترة التواجد بالمستشفى كل ما أحسن. أكيد أكيد لا يجوز التعميم. ويبقى الأهم انتباه السيدات الحوامل من مخاطر تناول الأدوية العشوائية ومراجعة الطبيب عند أي طارئ، لأن الأم مسؤولة في هذه الحالة عن حياتها وحياة الجنين. وهان أحيت الذكرى الأولى لوفاة الطبيب الذي دق ناقوس الخطر من كورونا. بعد عام على وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عبر سكان مدينة ووهان الصينية عن امتنانهم للطبيب الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة، محذرا من تفشي الوباء قبل الإقرار الرسمي بوجوده. وبات لي وون ليانغ وهو طبيب عيون في مستشفى في المدينة أحد أبرز الشخصيات في الأيام الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد في ووهان، عندما حاول التحذير من تفشيه لكنه واجه توبيخا من الشرطة على نشره الشائعات. وأدت وفاة الطبيب الشاب البالغ من العمر 34 عاما بسبب الفيروس في شباط الماضي عام 2020 إلى حال من الحداد العام، وأثارت تعبيرات نادرة من الغضب على الإنترنت. وبعد أيام عدة ذرف تشونغ نان تشان عالم الأوبئة الشهير الدموع على لي وون ليانغ في مقابلة مع وكالة رويترز، واصفا إياه ببطل الصين. لكن عندما كرم الرئيس الصيني شي جين بينغ أبطال حرب الشعب ضد الفيروس في أيلول الماضي لم يرد أي ذكر لمساهمة لي. وفي حين يقول الناس في الشوارع المحيطة في مستشفى لي إن الحياة في المدينة عادت تقريبا إلى إيقاعها الطبيعي، إلا أنهم ما زالوا يوقرون لي على أفعاله. عودة إلى النشرة بعد هذا الفاصل الأول. الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتبر أن ترامب يجب أن لا يتلقى إحاطات استخبارية بعد الآن. لم يكد الرئيس الأمريكي جو بايدن يتسلم مهامه حتى بدأت تحوم الشبهات حول محاولات لاختراق أمنه، إذ تحقق القوات الجوية الأمريكية بحديثة تسلل في قاعدة أندروز التي تضم طائرة الرئاسة الخاصة بجو بايدن في مقاطعة برينس جورج في ولاية ماريلاند. وتم توجيه المفتش العام للقوات الجوية الأمريكية للتحقيق في الاختراق، كما ستطلق القوات الجوية مراجعة شاملة لأمن المنشآت وفقا لبيان صادر عن الفرع العسكري. وقالت الشؤون العامة في الجناح 316 إن رجلا في قاعدة أندروز يوم الخميس، وهي جزء من أسطول يستخدمه بشكل متكرر كبار قادة الحكومة، تمكن من الوصول إلى طائرة C-40. إلى ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يجب ألا يتلقى بعد الآن الإحاطات السرية التي ترسلها عادة وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى الرؤساء السابقين، وذلك بسبب سلوكه الذي لا يمكن توقعه. وقال بايدن في مقابلة مع شبكة CBS: أعتقد أنه لا يحتاج إلى تلقي إحاطات الاستخبارات، ما هي الفائدة من تقديم إحاطة استخبارية له، وما هو تأثير ذلك على الأمور غير أنه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما.
أما على صعيد السياسة الخارجية الأمريكية، فأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في أول اتصال هاتفي بنظيره الصيني وانغ يي أن واشنطن ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في تشينجيانغ والتبت وهونغ كونغ. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن ضغط على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار، وأكد مجددا أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك عبر مضيق تايوان. أما تلفزيون الصين المركزي فنقل عن وزير الخارجية الصينية أن الوزير وخلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دعا الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والتركيز على التعاون وحل الخلافات لبناء علاقات سليمة ومستقرة. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان السعود، وذلك في أول مكالمة بينهما. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الوزير السعودي هنأ بلينكن على تولي المنصب الأسبوع الماضي، وعبر عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن مماطلة إدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد ترامب، منوها باستعداد بلاده للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 ولكن بعد عودة واشنطن إلى الاتفاق. وأضاف ظريف: بايدن تسلم من ترامب حطاما، وأمريكا تواجه أزمة في الشرعية والوحدة الوطنية، وترامب قاد تمردا على رمز الديمقراطية الأمريكية، وكلما ماطلت إدارة بايدن في حسم الملف النووي أكثر كلما أصابها المزيد من الضرر وتلقت السياسة الخارجية فيها المزيد من الضربات. مماطلة بايدن، أضاف ظريف، ستعني أنه لا يريد التخلص من إرث ترامب، ولا أعتقد أن هذا هو ما يسعى إليه. فاصل ثان، نعود بعده إلى النشرة. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة السوشيال ميديا مع روبال فرن. مرحبا، بداية أخبارنا مع حادثة مؤلمة. طفل روماني عمره 1.5 شهر توفى بعد العمادة بساعات، والسبب هو أنه تعرض لسكتة قلبية. فبعد ما شرحوا الجثة تبين أنه في سائل بالرئة. هالحادثة أصدمت الرأي العام. البعض وقع على عريضة بتشمل أكثر من 60,000 توقيع طالبوا فيها بضرورة تغيير قواعد المعمودية المتبعتها الكنيسة، والبعض الآخر كانوا ضد فكرة التغيير معتبرين أن الأعمار بيد الله. خبرنا الثاني عن شاب صيني انغرم بدمية من أول نظرة لما شافها معروضة للبيع على الإنترنت، فاشتريها ومن بعد تزوجها وعمل بوقتها حفلة صغيرة بحضور الأهل والأصدقاء. مو وقفت الخبرية هون، هالشاب قرر يكبر العيلة فاستقبل مولودته الأولى وهي كمان دمية، فبيقول إن هو مرتاح كتير بحياته الزوجية وبيشعر بالاستقرار العائلة. منختم بفيديو نشرته صبية عمرها 22 سنة على السوشيال ميديا لتوعية الشباب من أضرار المخدرات. هيدي الصبية اللي نشرت الفيديو للتوعية هي بنفسها كانت مدمنة على المخدرات، فظهرت بحالة ضعف ومن دون أسنان، والسبب الرئيسي وراء تدهور صحتها النفسية والجسدية هي الإدمان وصداقة الشباب المدمنين اللي أقنعوها، ولكن بعد فترة قصيرة اكتشفت غلطها. And that is what I looked like 3 years ago before I started losing all of my teeth. You know what time it is? Taking these bad boys out. So I used the poly grip and came out real easy. Definitely don't like the most frequently asked question. I'm going to answer it for you. And another question is, can we see you without your teeth? Is that what you guys wanted to see? Because ew. And you guys better like this up if I for real smile without my teeth, because this is embarrassing. You ready? Psych. Nah, look. ومع هيدا الخبر بنكون وصلنا لختام جولتنا. لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن مع أخبار جديدة. وإلى الأحوال الجوية. بونسوار. طقس مستقر رح يسيطر على أجواءنا للأيام اللي جاي، ولا بكرة جونا قليل غيوم إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ جولتنا مع عكار و17 درجة، 20 بطرابلس، 19 بالعاصمة بيروت وأيضا بصور.
ننتقل إلى بعلبك مع 14 درجة 8 باللقلوق 16 بزحلة و15 بجزين. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 75%، رياح اتجاهها جنوب غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ لبكرة إذا جاونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم بتسجل 19 درجة. ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من الأسبوع المقبل مع 22 درجة لنهار الاثنين، وبترتفع بشكل إضافي لنهار الثلاثة ل 23 درجة، لترجع تستقر على 22 لنهار الأربعاء، وجونا صافي إلى قليل الغيوم. هون نوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر موقعنا otv.com.lb ومن خلال حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.